السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة الطشتوشي. النهاردة بعون الله هنعمل كوارع. احنا عملنا كوارع في حلقة قبل كده اللي هي حلقة أضخم كارع موجود في مصر، فبعض المشاهدين بلغوني ان الكارع ده بيبقى كبير جدا وبيحتوي على نسبة دسم عالية جدا جدا جدا، واحنا ما بنقدرش عشان بنعاني من السمنة والكوليسترول والكلام ده كله. فيا ريت، احنا بنحب الكوارع بس عايزين حاجة ما تكونش دسمة او نشيل الدسم من الشوربة، فده بصراحة طلب ما استحالة. ما ينفعش ان انا اشيل دسم من الشوربة او ان انا اخفف الشوربة، مش هيبقى ليها اي لازمة. لكن ممكن نعمل حاجة كويسة جدا، ان انا ابدأ اجيب كوارع ضاني زي ما جبنا الجاموسي الكبير الضخم الشبح ده. لا، انا ممكن النهاردة اجيب كوارع ضاني. طب ما جبتش بتلو ليه؟ البتلو ده بيبقى بقرة صغيرة لم يكتمل نموها، فبتحتوي كلها، بتبقى الألياف بتاعتها عبارة عن شغل. لكن لو جبت الكارع بتاع خروف وبيبقى نضيف بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، الكارع ده بيحتوي على فيتامينات عالية جدا، لأن هو يعتبر خروف مكتمل النمو، فبيحتوي على الطعم الخاص بالكوارع اللي هي الكبيرة، وبيتسلق وبيبقى شكلها زيها زي الكبيرة، بس بيبقى نسبة الدسم فيها قليلة جدا، لكن نسبة الجيلاتين اللي احنا عايزينها للبشرة وللشعر وللمفاصل موجودة وبنسبة عالية وطعمها كويس جدا، بس خالي من الدسم، يعني خالي من الدسم، شوية دسم بسيطة. فتابعونا وشرفونا وشوفوا احنا هنعمل ايه النهارده ان شاء الله. معانا الكوارع الجميله زي ما حضراتكم كده شايفينها اللي احنا جبناها، وسعرها بسيط جدا ومتنظفه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وكمان معانا بصل، جزر، ورق لورا وحبهان، وفصين مستكه تركي هيتحطوا على الشوربه. فاحنا دلوقتي ان شاء الله هنبدأ نقطع الكوارع وهننزلها في الشوربة تسلق. الكوارع كده زي ما حضراتكم شايفين، واتفقنا ان احنا بنفتحها من النص ومش محتاج اكتر من كده، لان هو صغير جدا زي ما حضراتكم كده شايفين، وفي الدسم من جوه اهو برضه، وبنبدأ ننزل بيهم في الشوربة. شوفونا ان شاء الله وتابعونا وشوفوا احنا هنعمل ايه دلوقتي، خليكم معانا. المية بتبدأ تغلي وهنبدأ نسقط فيها الكوارع، وزي ما حضراتكم كده شايفين بنشق الكوارع وننزل بيها. كده الشوربة غليت، لو في ريم او في حاجة بسيطة بنقدر نشيلها، بس زي ما حضراتكم شايفين هي بيضة وزي الفل اهي. هنبدأ دلوقتي نضيف ورق اللورة بتاعنا، نضيف الحبهان، بصل، وفصين المستكة. المستكة المفروض ان انا اخدهم الكام فص دول واحط عليهم شوربة الاول كده، واحاول افتفتهم كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين ابدأ انزل بيهم. ميزة الكوارع الصغيرة دي انها مش محتاجة حل الضغط، ما بتاخدش وقت في السوى، ما بتاخدش الغلبة الكبيرة بتاعت الكارع الكبير. الشوربة بتاعتها بيضة وزي ما حضراتكم كده شايفين، وخفيفة جدا، وممكن اي حد يقدر يشربها وياكلها
وانتظرونا كده في الشكل النهائي، شوفوا هنقدر نعمل ايه بيها معانا، ونقدر نضيفها ازاي مع شوية فتة كده مصرية أصيلة جميلة. وتابعونا. وبنفتح على الشوربة بعد ما الحاجة غليت كده، دخلت على السوا زي ما حضراتكم كده شايفين الشوربة لونها عامل ازاي، بيضة وزي الفل بدون اي حاجة. ما ضفناش طبعا عليها لسه فلفل اسود ولا الكلام ده عشان لونها ما يغمقش، لكن زي ما احنا كده شايفين ادي الكوارع دخلت في مرحلة السوا. ودي ميزة الكوارع الصغيرة انها ما بتاخدش وقت في التسوية. كده ان شاء الله نص ساعة هنطلعها ونطفي عليها وهنقدمها مع اجمل طبق فتة هتشوفوه. تابعونا. وبدأنا نطلع الكوارع من الحلة بعد ما استوت، وزي ما حضراتكم كده شايفينها وشايفين انها بقت حاجة زي الزبدة. هنبدأ بقى نقدمها على احسن طبق فتة ان شاء الله تشوفوه دلوقتي حالا. هنبدأ نعمل الفتة، تابعونا. وبدأنا نضيف الرز على العيش، وزي ما حضراتكم شايفين احنا ما ضفناش شوربة سخنة على العيش زي ما الناس كلها بتعمل، لا، لان الرز سخن جدا. وحطينا الرز زي ما حضراتكم كده بتشوفوا، هو كده كده لوحده هيبدأ يطري العيش بتاعنا. بعد ما بضيف كمان الصلصة ببدأ أضيف الشوربة، عشان الشوربة لما تتضاف في الآخر بتاخد الصلصة وبتنزل بيها كمان على العيش وبتدي طعم أحسن. ممكن بقى دلوقتي أبدأ أضيف الشوربة، يعني في الوقت اللي أنا فيه دلوقتي أبدأ أضيف الشوربة. زي ما بقولوا كل شيخ وليه طريقة، وإحنا بنحب دايما نشوف الحاجة الجديدة وننفذها. الشوربة بيضة زي ما حضراتكم كده شايفين، بتتحط وبتنزل على العيش وعلى الشوربة وعلى الرز تسويه، ما أثرتش على الشكل العام للفتة وعلى لونها وعلى كل حاجة، بس خدت النكهة بتاعت الصلصة اللي معمولة بالخل وبالثوم ونزلت تحت على العيش. لسه كمان هنحط عليها الكوارع وهنعمل الطشة النهائية، تابعونا. ده الشكل العام بعد ما ضفنا قطع الكوارع على الفتة، ده الشكل بتاعها قبل ما ابدأ اضيف الصلصة. وقبل ما اضيف دي مش الصلصة يعني، نزلنا بشوية سمنة بلدي بنسيحهم ومعاهم فصين ثوم رشة كزبرة يتحمروا كلهم، معلقة صلصة من بتاعة الفتة
وهتشوفوا دلوقتي هنروح رافعينهم على طبق الفتة. أحلى شوربة، شوربة كوارع، وأحلى كوارع بالفتة أو فتة بالكوارع، حاجة بسم الله ما شاء الله كده هتعجبكم. والشوربة لا يعلى عليها، وبألف هنا للناس الأكيلة. ما تنسوش الشير واللايك والإعجاب بالقناة والاشتراك إن شاء الله. شكرا للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.